بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي وأبنائي، برحب بيكم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات برامجنا التعليمية اللي إن شاء الله هناخد فيها مادة النظم الإلكترونية الخاصة بطلبة الصف الثاني قسم الإلكترونيات. خدنا يا أولاد في مادة النظم الإلكترونية، خدنا في الباب الأول اتكلمنا عن أنظمة أنظمة الإنذار والحريق، وخدنا في الباب الثاني اتكلمنا عن الجزء الخاص بعمليات حفظ المستندات، ازاي، ايه هو الميكروفيلم، ايه هو المايكروفيش، ايه هي عمليات عمليات حفظ المعلومات بتكون ازاي. تمام كده، ده الجزء اللي خدناه في الباب الاول والثاني. فاضل لنا جزء بسيط جدا علشان نخلص الجزء دوت، انا هديهولكم ان شاء الله في حلقة الجاية. والنهاردة عايزة اجمع، احنا خلصنا بابين، خلصنا تقريبا 95% من المقرر الدراسي اللي علينا، يبقى فاضل لنا بس هراجع على الجزء ده علشان ما ننساش ودايما نكون فاكرين ايه هي الاجزاء اللي احنا اخدناها. زي ما قلنا ان احنا عندنا في الباب الاول اتكلمنا عن انظمة الانذار، واتكلمنا عن بالنسبة للمراجعة هنتكلم عن أنظمة الإنذار، في منها أنواع كتير. حد فاكر إيه هي أنواع أنظمة الإنذار؟ هي أنظمة الإنذار لها أنواع؟ طبعا لها أنواع. إيه هي؟ زي ما قلنا قبل كده إن أنا عندي في نظام إنذار ضد الحريق، في كمان نظام إنذار ضد الإيه؟ ضد السرقة، وفي نظام إنذار اللي هو ضد الإيه؟ ضد سقوط الأمطار. في حد بيقول لي ايه ده، هو احنا هنحتاج نظام انذار للمطر؟ طبعا، اذا كان انت بالنسبه لك يمكن الموضوع مش مهم ليك، لا ده مهم لناس تانية. في ناس تانية بتبقى المطر لو نزل ده بالنسبه لهم هيعمل مشكله، بيكونوا مثلا الناس اللي في عمليات الزراعه بيكونوا حاطين بعض المحاصيل والكلام ده في اماكن معينه، لو تعرضت لسقوط المطر بتضر بالايه، بالمحصول اللي هو مخزنينه، ومكان بتاعه يكون مكشوف زي المكان مثلا اللي بيفردوا فيه بعض المحاصيل علشان تبقى جافة او تبقى معرضة للايه، علشان تنشف شوية علشان تاخدها حبوب نشف. فبيبقى بالنسبة له المطر ده محتاج ان حاجة تنذره ان في مطر علشان ما يبوظش الاجزاء دي. في حاجات تانية كتير. تمام، يبقى احنا عندنا كده عرفنا ايه هي انظمة الانذار. في كمان نظام الانذار اللي هو ضد تسرب الغاز. ضد تسرب الغاز دوت مهم جدا، لان في بعض الاماكن لازم يبقى حساس جدا لان في تسرب غاز ولا لا. يبقى لما يجي يقول لي انواع انظمه الانذار هقول له ايه؟ انظمه الانذار ضد الحريق، ضد تسريب الغاز، ضد السرقه، وضد سقوط الامطار. كل حاجه من دول بيكون ليها دايره او بيكون ليها حساس معين علشان تبدا تشتغل. زي أنظمة الإنذار ضد الحريق، لازم في أنظمة الإنذار ضد الحريق بيكون عندي بيكون عندي حساس أو كواشف للدخان، بتحس بوجود الدخان. ليه؟ لأن الدخان احنا بنقول حريق، اللي جاب الدخان ما هو قبل الحريق بيبقى فيه دخان الأول، هو اللي بيقوم بالإشعال. يبقى الأول أول ما يحس بأن فيه دخان يبقى الإنذار يضرب. يبقى أجهزة الإنذار ضد الحريق بتكون بستخدم فيها كواشف دخان. تمام، أجهزة الإنذار بقى اللي هي بالنسبة للسرقة، بالنسبة للسرقة دي أنا بستخدم لها دوائر إلكترونية معينة. دوائر إلكترونية بتتأثر بتتأثر بتردد الجسم بتاع الإنسان، أول ما بيلمس الحاجة تدي إشارة. تمام كده، في كمان عندي دوائر او اجهزه الانذار ضد تسريب الغاز، ودي هستخدم لها اجهزه حساسه للغاز. تمام، طيب ايه بقى فايده اجهزه الانذار؟ اجهزه الانذار فايدتها ان هي بتعلم او مصدر علم للاشخاص بان في خطر او في حاجه حواليهم، يبداوا ياخدوا ياخدوا بالهم وياخدوا احتياطهم ويبعدوا عن مكان الخطر. يبقى اهميه اجهزه الانذار هو اعلام اعلام الاشخاص بوجود خطر علشان يبتعد عن عن المكان. تمام، طيب اهميه بقى
لو انا جيت ليه بحتاج استخدم اجهزه الانذار. طبعا احتياجي ليها عايزة علشان تحقق لي الايه؟ الامان والسلامه في المكان اللي انا ايه؟ موجود فيه. يبقى انا لما اجي اقول لماذا نحتاج لاجهزه الانذار خلاص، او ليه بحتاج استخدم اجهزه الانذار، يبقى لتحقيق مبدا الايه؟ السلامه والوعي الوقائي للايه؟ للاشخاص. تمام كده؟ طيب يبقى انا عندي كده قلت ليه بنحتاجها خلاص، وقلنا كمان ايه هو الغرض من انظمه الانذار وكشف الحريق. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول بتقسم انظمه ومعدات انذار حريق من حيث التشغيل الى نوعين، ايه هما؟ انظمه يدويه وانظمه اوتوماتيكيه. بص يا اولاد، احنا اتفقنا قبل كده ان انظمه الانذار ضد الحريق عندي ممكن يبقى في نظام يدوي وفي نظام تاني اللي هو النظام الايه؟ الاوتوماتيكي. ايه الفرق ما بين النظام اليدوي والنظام الاوتوماتيكي؟ النظام اليدوي بيتم وضع مجموعه الكواشف في اماكن، بس الكواشف او الحساسات دي بتعلمني بوجود حريق، تمام، بس ما اعلمتنيش الحريق فين بالظبط. ده نظام ايه؟ نظام يدوي، تمام. في النظام اليدوي ده طبعا ليه مساوئه، ان انت على ما تعرف مكان وتبحث عن المكان اللي فيه الحريق، انت في اشاره جات لك او في صفاره انذار ان في حريق في المبنى، بس فين بالظبط ما جاتلكش الاشاره بده. وده النظام الايه؟ اليدوي، اللي بيخلي الشخص هيلاقي هياخد وقت على ما يدور ويبحث عن ايه؟ مكان صدور الايه؟ الحريق. غير النظام الاوتوماتيكي اللي هو النظام الاوتوماتيكي المعنون. النظام الاوتوماتيكي المعنون ده اللي بيكون فيه ان الكواشف بتكون الكواشف محطوطه برده في كل مكان، بس كل كاشف واخد ايه؟ واخد عنوان ورقم، زي ما يكون كود محطوط ليه، وكل كود معروف مكانه فين. فاول ما الكود الكاشف بكود رقم كذا يدي انذار، خلاص هم عرفوا الناس عرفت هو المكان انه اللي موجود فيه ايه الحاجه، مثلا غرفه كذا في الدور كذا، تمام. غير بقى لما نقول ايه؟ ده في مبنى كذا. طب ايه مبنى؟ المبنى فيه كتير، ايه المشكله؟ ده عرفت ايه؟ انا عرفت الناس هتلحق بس انا ما خدتش احتياطاتي قوي كده، تمام، فهتبقى ايه بالنسبه لي؟ في مشكله. يبقى لما يجي يسالك على الانواع بالنسبه لنا او الانظمه، الانظمه نوعين، اوتوماتيكي وايه؟ ويدوي، تمام. الانظمه اليدويه زي ما قلنا بترتكز على او بيركز على ايه؟ قيام الشخص بالضغط على زر الايه؟ الانذار، وغالبا بيتم توزيع الضوابط فين؟ في المبنى، تمام كده. طب بتستخدم في الاماكن الاوتوماتيكيه بقى، بتستخدم في الاماكن والقاعات التي تتزايد فيها احتماليه حدوث الايه؟ الحريق. لا تعتمد على الانسان في تشغيلها، غير الايه؟ غير اليدويه. اليدويه الشخص هو اللي ضرب على الايه؟ على جهاز الانذار، خلاص ضرب. زي ما بتلاقي كده في مثلا في عربيات المترو بتلاقي انظمه انذار، لو في خطر او في حاجه انت بتكسر وبتضرب الايه؟ الانذار، تمام. ده بالنسبه للايه؟ لليدويه. غير الاوتوماتيكيه اللي احنا قلنا ان هي بتكون موجوده في ايه؟ الاماكن اللي مليانه بالايه؟ بالاشخاص. مميزات الاوتوماتيكيه لا تعتمد على الانسان، وبتقلل الفتره الزمنيه لمعرفه مكان الايه؟ الحدث، وسرعه التدخل والسيطره على الحريق. نيجي بعد كده بنقول ايه هي انواع الاشكال الملفوفه للمايكروفيلم. طبعا احنا عارفين ان المايكروفيلم انا بخزن عليه ايه؟ الوثائق اللي عندي المهمه. والمايكروفيلم ده انا لو عندي مجموعه من الملفات ومجموعه وثائق هتاخد مكان كبير جدا علشان اشيلها، زي مثلا الابحاث، الكتب، المجلدات، المجلات، الكلام ده كله عايز مكان كبير جدا علشان يتخزن فيه. فعلشان انا ما ابداش ان الكلام دوت يتعرض بقى للتلف، الورق بيتاثر بسرعه بمرور الزمن عليه، تلاقي الورق شكله غير، ممكن يحصل له مثلا يتلف، يبوظ، يتبل، الكلام ده كله. فعملوا ايه؟ خدوا بقى الحاجات دي كلها بيتم تخزينها على المايكرو ايه؟ المايكروفيلم.
المايكروفيلم، في عندي المايكروفيلم الملفوف وفي المايكروفيلم الايه المسطح. ايه بقى المايكروفيلم الملفوف وايه المايكروفيلم المسطح؟ المايكروفيلم الملفوف يا اولاد اللي هو عباره عن، في منه انواع اللي هي البكره الملفوفه المفتوحه، وبكره الكارتريج، وعندي البكره ذات الغلاف. يبقى دولت الايه النوع الملفوف. يبقى ده المايكروفيلم الايه الملفوف، بكره مفتوحه وغلاف ورقي وغلاف كارتريج. نيجي بعد كده على انواع المسطح. المسطح ليه انواع كتير. من انواع المايكروفيلم المسطح زي المايكروفيش والالترافيش وكمان الحوافز والبطاقات ذات الفتحات. بالنسبه للمايكروفيلم المسطح ده بيكون عباره عن ايه يا اولاد؟ بتكون شريحه، الشريحه دي من ماده شفافه زي كده تشبه ورق الاشعه، في ورق الاشعه الطبيه زيه، بس طبعا بيكون حجمها اصغر ومختلف. تمام. برضو بيتم تخزين ايه؟ بيتم تخزين المواد عليه، المواد العلميه او الورق اللي انت قمت بايه بتخزينه. بيتخزن عن طريق بعض الاجهزه، بيتم طباعه المخرجات دي او طباعه المجله او الكتيب اللي انت عايز تطبعه، بيتم ايه؟ بيتم تصويرها على الجزء الخاص بالمايكرو فيلم، سواء بقى كان مسطح او دائري. طبعا كل نوع من الانواع دي بيختلف وليه مميزات وليه ايه عيوب. وكان من المميزات عندي بالنسبه للمايكرو او المسطح، بلاش نتكلم عن المايكرو فيلم عموما، بالنسبه للمسطح طبعا كان افضل من المايكرو فيلم الدائري. ليه افضل؟ لان عندي في المسطح انا بياخد مساحة اكتر، مساحة سوى. كمان المايكروفيلم الدائري مساحته نفسه حجمه كبير، انما المسطح ده عبارة عن شريحة بلاستيكية صغيرة جدا بتتحط، اصلا لو انت حطيتها ممكن ما تاخدش بالك ان هي موجودة، عشان كده بتبقى محطوطة في ايه، بيتحط في غلاف طبعا عشان نحافظ ايه عليها. تمام. كمان بتاخد، يبقى بتاخد ايه، يبقى الحجم فرق في المايكروفيلم الدائري عن المايكروفيلم الايه المسطح. كمان ساعة التخزين، المايكروفيلم المسطح بياخد مساحة كبيرة من الصفحات او بياخد عدد صفحات كتيرة، يمكن بتفرق من نوع في المسطح لنوع اخر، يعني المسطح نفسه بيفرق من نوع لنوع. ازاي؟ هنلاقي ان المايكروفيلم او المايكروفيش بياخد ايه؟ بياخد عدد اقل من الالترافيش. يعني الالترافيش ده بياخد حوالي 3000 ايه؟ 3000 صورة، لان بيتم تصغير الصور بحجم صغير جدا يصل الى الايه؟ الى المايكرو. تمام؟ بعد كده طبعا انت بتعرض المايكرو فيلم بتاعك اللي هو المسطح او الدائري اللي هو الملفوف، بتعرضه على جهاز، والجهاز دوت بيظهر لك الشكل مكبر، بيبقى على شاشة زي شاشة الايه؟ زي شاشة الكمبيوتر. واقدر ان انا اطبع منه نسخه تانية تبقى معايا من الايه من المايكروفيش ده، اطبع بقى نسخ ورقيه. تمام. جهاز العرض نفسه، جهاز العرض نفسه بيكون واحد، هو نفس الجهاز اللي بيعرض المايكروفيلم الدائري او الملفوف، هو نفسه الجهاز اللي بيعرض المسطح، بس في هنا جزئيه ان هنا بيتم تركيب المايكروفيلم الملفوف وبيسحب الشريط ويبدا يسقط عليه العدسه عشان تبدا تشوف، انما المسطح هو بيحطه على اللوح الازاز اللي عنده اللي على الجهاز وبيسقط العدسه وبيبدا يشوف. طبعا بيختلف بقى في عمليه البحث، هنا ده شيء مهم جدا. عمليه البحث في المسطح اسهل بكتير. ليه؟ انت عندك العدسه تبدا تحركها، كل المسطح حجمه صغير، فتبدا تحرك العدسه وانت باصص على الشاشه، هتحرك العدسه تلاقي الصور اللي بتظهر قدامك. غير بقى المايكروفيلم، بتبدا المايكروفيلم بيكون الشريط بتاعه طويل كبير، خلاص بيصل الى 30 متر، فبتبدا انت تلف بقى علشان تبحث، فعمليه البحث والوصول للمحتوى اللي انت عايزه بتاخد منك ايه وقت. تمام كده، ده الفرق. طبعا لو جينا نتكلم بقى على اللي هو الجزء الخاص بالحوافز، الجزء الخاص بالحوافز اللي هو المايكروفيلم المسطح اللي هو نظام الحوافز،
نظام الحوافز ده بقى سهل جدا. في ايه حلو في حاجه معينه يا اولاد؟ ان انا بصوا ركزوا في الحته دي كويس، المايكروفيلم الملفوف والمايكروفيلم المسطح اللي هو منه المايكروفيش والالترافيش، الكلام ده مش هقدر اعدل في اي محتوى انا محتاجاه. لو انا عدلت في الكتاب او المستند اللي انا حافظاه وحابه انقل التعديل عندي، للاسف مش هينفع. مش ايه؟ مش هينفع. ليه؟ انا هو بقى شريط كامل، مش هينفع تعدل. انت هتعدل ازاي؟ هتشيل الجزء ده هتقصه، يبقى انت البكر عندك ايه؟ باظت خلاص، ما بقتش متسلسله بنفس الايه الطريقه. غير بقى ذات الحوافز، ذات الحوافز دي بتبقى عباره عن طبعا طبقتين، وبتبقى مقفوله من ثلاث اجناب، يعني بتبقى مقفوله من ثلاث ايه اجناب كده خلاص، زي اكنك جبت صفحتين فوق بعض وقفلت ثلاث اجناب بتوع الصفحتين، بقى في جنب واحد مفتوح، ده بيبدا يحط فيه الايه، يبدا يحط فيه الملف اللي انت نقلته او طبعته على الايه في الحافظه، بقى عامل زي الجيب. فلو حصل تغيير اسحب دي واحط الحاجه الجديده اللي انا ايه هغيرها، فبقى بالنسبه لي سهل. بتحط فيه صفوف ايه افقيه كده، وببدا اغير وبدل زي ما انا ايه عايزه. دي الميزه الكويسه قوي اللي بتكون في الايه في الحوافز خلاص. اما البطاقات ذات الفتحات دي مجموعه بطاقات، واقدر ان انا لو انا عندي مايكروفيلم مثلا البقره وخلاص انا محتاجه منها حاجات معينه، اقدر اخد الحاجات المعينه خلاص، هقص البقره دي الى مجموعه من الايه مجموعه من الصور، وابدا احطها في البطاقات ذات الايه الفتحات. يبقى انا ما رميتهاش، لا انا خدت منها وحطيت في البطاقات ذات الايه الفتحات، بقيت عندي زي جراب حطيت فيه الصوره اللي انا قمت بقصها. طبعا ما بتتقصش كده عشوائي، لا ده بتتقص عن طريق جهاز معين خاص بعمليات القص. تمام، انا كده فكرتكم بالجزء الخاص بالميكروفون. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول اذكر مفهوم كاميرا التصوير التلفزيوني والغرض منها. طبعا دي كاميرا، هي كاميرا الكترونيه. الكاميرا التصوير يا اولاد بتعمل ايه؟ بتحول المنظر اللي قصادها اللي المطلوب تصويره الى اشاره ايه؟ الى اشاره كهربائيه. والاشاره الكهربائيه دي بيحصل فيها عمليات تعديل، علشان بعد عمليه التعديل ده يمكن ارسالها الى ايه؟ الى مثلا ناس بتتفرج بقى على تلفزيون او اي حاجه. يبقى انا عندي الكاميرا دي خدت الصوره اللي قصادها وحولتها لاشاره ايه؟ لاشاره كهربائيه، وبيتم عمليه التعديل عشان تقدر تشاهدها، لان انت بتتنقل لمسافات ايه برضو؟ بتتنقل لمسافات بعيده، يبقى لازم لها عمليه ايه؟ عمليه تعديل. التعديل مش يعني تعديل في الالوان، لا، التعديل بحاجه تانية اللي احنا مقصود بيها، اللي هو التعديل علشان التعديل الاف ام والتعديل الايه الاي ام. تمام. طيب بعد كده بنقول انا عندي ايه هو الاختلاف ما بين كاميرا التصوير التلفزيوني والات تصوير الفيديو. الفرق ما بين كاميرا التصوير التلفزيوني طبعا بتكون معقده اكتر في عمليه التركيب، وبتكون محطوطه على حامل معدني خلاص. وعندي دي غير بقى كاميرا التصوير اللي هي بالفيديو، اللي بيكون طبعا اخف في الحجم من كاميرا التصوير التلفزيوني. حتى الشخص اللي بيصور الفيديو بيكون حاططها ايه، شايلها او حاملها على ايه، على كتفه، علشان يقوم بعمليه التصوير. تمام. والميزه اللي فيها طبعا اللي هي اصلا من غيرها مش هينفع نستخدمها، ان هي بتقوم بعمليه التسجيل على الشريط الايه المغناطيسي. وفي دلوقتي تطوير حصل ان التسجيل ما بيبقاش كمان على شريط مغناطيسي. انت طبعا التسجيل على الشريط المغناطيسي مهم، كان بيتم تصوير الفيلم او الحاجه اللي بيصورها الشخص ده، سواء احتفال او حاجه زي كده، وبيجيب لك بعد كده الشريط، تبدا تشغله في ايه، في تحط الشريط دوت في الفيديو وتشوفه على التلفزيون العادي. تمام. ده كاميرا التصوير الايه، كاميرا تصوير الفيديو. تمام. يبقى هي الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ما بينهم ان الثانيه بتكون اخف في الوزن، وبيتم عمليه حفظ الايه الماده المسجله على شريط ايه، على شريط مغناطيسي، وبتكون مش معقده زي كاميرا التلفزيون المعقده. التركيب فيها بيكون معقد اكتر،
وموضوعه على الحامل المعدني. تمام. بعد كده بنقول ان احنا عندنا آلة التصوير الفيديو. في سؤال بقى تاني عن آلة العرض السينمائي. آلة العرض السينمائي دي يا اولاد يمكن مفيش حد مننا تقريبا شافها غير في الافلام. احنا شفناها لما كنا بنتفرج على افلام قديمه، كنا بنشوفهم وهم بيشغلوها. طبعا آلة العرض السينمائي دي بتقوم بعمليه العرض، ولازم يكون في شاشه او في ستاره معينه بتسقط الضوء الصادر من العدسه على الشاشه. ليه؟ لان الضوء الساقط من العدسه اللي موجوده في جهاز العرض السينمائي ده هي دي اللي حامله للمعلومات. مش معلومات معناها حاجه مكتوبه، لا، بالنسبه لنا كلمه معلومات يعني الماده اللي تم تصويرها. تمام. اللي هي الفيلم او اللقطات اللي موجوده. طبعا في آلة العرض السينمائي لازم يكون فاهمين كويس قوي ان دي هتعرض لي، خصوصا لما بتعرض افلام متحركه او صوره هي بتبقى في الاصل متصوره كصور. وطبعا عشان العين ربنا مديها خاصيه ان هي ما بتلحقش تشوف الحاجه اللي هي بتتحرك بسرعه فائقه، مش هتلمحها. فاحنا عشان كده بنشوف التصوير ده بنشوفه كفيلم سينمائي. بس لازم يكون في عندي جزء مهم جدا اللي هي عمليه التحكم في سرعه الصوره، وكمان توليف الصوت مع مع الصوره. توليف الصوت مع الصوره علشان لما تيجي تتفرج او تشوف حاجه زي كده ما يكونش الصوت سابق الصوره او العكس، ما يكونش في ديلي، ما يكونش في تاخير ما بين الاثنين. تمام. ده بالنسبه لآله العرض السينمائي. طبعا هي اجهزه عرض للصور المتحركه، لا تختلف في المكونات عن اجهزه العرض الصور الثابته، ما بتختلفش. ليه؟ لان الاثنين فيهم عدسه، خلاص، سواء بقى عدسه اسقاط او عدسه تكثيف، وكمان الاثنين بيكون فيهم مصدر اضاءه. سواء عندك صوره ثابته او صوره متحركه لازم هيكون في اضاءه عشان المصدر. كمان لازم يكون في عدسه، خلاص، العدسه اللي هي عدسه الاسقاط وعدسه التكثيف. يبقى في فرق؟ لا، ما فيش فرق، خصوصا في كذا. تمام. عندي الاختلاف بس بيكون في ان فيما يختص باجهزه عرض الصور التلفزيونيه المسجله بطريقه مغناطيسيه او على اشرطه خاصه ايا كان، بتكون في في اجهزه عرض الصور المتحركه سواء كانت فيلميه او مغناطيسيه لازم يكون في توليف صوت مع الصوره زي ما احنا قلنا، وكمان التحكم في سرعه عرض الصوره. خلاص كده. لما نيجي بقى نتكلم عن سؤال تاني بيقول اذكري مميزات وعيوب المايكروفيلم. يمكن انا قلت جزء منها وانا شغاله في بدايه الحلقه معاكم. بنقول ان هي من مميزاتها المايكروفيلم، هنا يبقى اتكلم عموما، اتكلم هنا بيسال مميزات المايكروفيلم سواء مسطح او ملفوف، ما حددش. تمام. فبنقول الحفظ وتوفير الامان، توفير حيز الحفظ، لان انت وفرت نسبه 98% من الحيز. كل الحاجه اللي عندك اللي واخده مكان كبير قوي اتحطت في بكره ملفوفه او في شريحه، فوفرت علينا احنا قلنا الالترا فيش بياخد 3000 صوره. فشوف انت لما تبقى حاطط عندك مكان فيه 3000 ورقه ومكان فيه شريحه بلاستيكيه كده زي شريحه الاشعه، وتاخد حجمها صغير جدا، طبعا وفرت كتير جدا. طيب سهولة النشر والتداول وسرعة التوزيع، سهل ان انا اروح بيها من مكان لمكان. تقديم بديل لاستخدام المواد الورقية، انا بدل ما هفضل رايحة بالورق وجاية، لا، انا معايا الشريحة دي واحطها على جهاز العرض على طول. سهولة وسرعة استرجاع المعلومات، طبعا هنا في الحتة دي اللي هي بس تعليق، سهولة وسرعة استرجاع المعلومات منها، ده بالنسبة دي بالاخص في المسطح يا ولاد. تمام. بس هنا المقصود بسهوله استرجاع المعلومات ان انا اقدر اخد منها نسخه، سواء المايكروفيلم سواء مسطح بقى او ملفوف، هقدر اخد منه اقدر اخد منه نسخه بان الجهاز بتاع العرض عندي اكون متصله بطبعه واقدر اطبع عادي. تمام. فاخدت نسخه منه في اي وقت.
طبعا التقليل بقدر الامكان من التمزق او البلل، وسرعة التسجيل بواسطة الكمبيوتر. عيوبه طبعا البحث بيستغرق وقت وخصوصا على الملفوف، صعوبة تحديث المادة العلمية، الحتة دي فين في صعوبة تحديث المادة العلمية؟ مش موجودة في ايه؟ في الحوافز. الحوافز ممكن اعدل المادة العلمية، اسحب واصور الحاجة اللي انا عايزاها. وفي جزئية انا ما قلتهاش برضو في الايه، في المسطح والملفوف. في المايكروفيلم المسطح انا بقدر اعمل هيدن للايه، للحاجة. يعني ايه؟ اقدر احط على الصورة دي عنوان مثلا الكاتب، سنة الكتاب ده سنة كام، يعني عناوين اقدر احطها، غير الملفوف مش هينفع ان انا ايه احطها. تمام. صعوبة تحديث المادة العلمية ده بالنسبة للمايكروفيلم عموما، انما لو جينا بالخصوص على الحوافز لا، انا سهل ان انا اعدل المادة العلمية. تمام. بعد كده صعوبة تحديد المادة العلمية المطلوبة مباشرة. فعلا دي صعب، يمكن الاسهل في المسطح شوية ان انت هتبدأ تبحث في الايه، في السوا، بس برضو مش عايزة حاجة اجيبها زي ما بجيب ايه الحاجات من على الكمبيوتر. كبر حجم الفيلم وارتفاع تمن تداوله خاصة بالايه، بالبريد. طبعا الملفوف حجمه كبير فعلا شوية، فلو هتبعته لحد في البريد هياخد ايه، هياخد بيبقى التكلفة عالية شوية. تمام. نيجي بعد كده على الاشكال الشائعة لايه، للمصغرات الفيلمية. لسه قايلين الاشكال الشائعة ملفوف ومسطح، في اشكال تانية، في اشكال تانية ما مش هي دي، مش علينا، بس انا الاشكال الشائعة هي اللي عليك في المقرر بتاعك، اللي هي الملفوف والايه والمسطح. تمام. خلاص كده الملفوف قلناه بكرة مفتوحة، غلاف ورقي وغلاف كارتريج، والمسطح مايكروفيش، حوافز الترا فيش، بطاقات ذات الفتحات. تمام. نيجي بقى على المايكروفيلم الملفوف ذو البكرة المفتوحة. احنا اتكلمنا يا اولاد عن مايكروفيلم عموما، لما نيجي بقى على البكرة المفتوحة بتكون مساحتها قد ايه؟ مساحتها العرض بتاع البكرة، عرض الفيلم ده بيكون 16 مللي، والطول بتاعها بيكون حوالي 30 ايه، 30 الى 35 متر. تمام. يبقى عرفنا كده البكرة طولها قد ايه، ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للبكرة المفتوحة. طيب في بكرة تاني؟ ايوه، انت عندك ثلاث انواع من البكرات. في بكرة تانية اللي هي البكرة المحفوظة داخل غلاف ورق، برضو دي بكرة عادية وعرضها بيكون 16 ملي، بس بتبقى محفوظة في غلاف من الورق، وساعات بتبقى غلاف من البلاستيك علشان يحافظ عليها، علشان ما تتعرضش للايه، تعرضش بقى للأتربة او ان هي ايه تتلف او حاجة زي كده. بتغلف البكرات بايه، بغلاف بلاستيك سميك للمحافظة عليها. عندي غلاف الكارتريج بيكون ايه، برضو 16 ملي، يبقى حجمهم الثلاثة العرض بتاعهم 16 ملي خلاص. تمام. و او 35، وفي نوع تاني يعني، وملفوف عليه بكرة ايه واحدة، وبيحاط ببلاستيك، سواء بلاستيك بقى شفاف او غير شفاف. تمام. يبقى العرض للثلاث بكرات سواء ملفوفة مفتوحة او غلاف او غلاف الكارتريج، الثلاثة دول لو جينا على العرض ثبتوا العرض كام؟ 16 مللي. الطول بقى بيختلف من بكرة لبكرة. تمام. الاشكال بقى المسطحه احنا ده شكلها، وقلنا طبعا ده هنا بس عشان شكل الصوره مش ظاهر كويس، هي اصلا بتبقى شفافه جدا خلاص، واللون دوت اللي عليها بيبقى علشان تم عمليه حفظ الماده الايه عليها، اللي هي الصور اللي تم طباعتها عليها. ده المايكرو فيش. المايكرو فيش بيكون عباره عن بطاقات فيلميه بتترتب فيها اللقطات بشكل ايه، افقي اهي. بصوا كده لو ركزتوا في الصوره اهي، ادي لقطات اهي جنب بعض، شايفين كده؟ تمام. بشكل ايه، افقي، وموجوده هي مش في سطر واحد، هي في كذا سطر اهي، يبقى افقي وايه وعمودي، كونت لي افقي وايه وعمودي. الطول بتاعها 148 مللي وعرض 105 مللي،
يعني بتكون صغيرة، ايه صغيرة جدا يا اولاد، تمام، يعني ما تعدتش، ما وصلتش 11 سنتي، ما وصلتش ل 11 سنتي، لان هي ايه 10 8 وايه 1048، يعني صغيرة جدا. تمام، بتاخد قد ايه بقى؟ ركزوا بقى في الحتة دي كده، المايكروفيش هنا بياخد 60 لقطة. بياخد كام؟ 60 لقطة. ايه الفرق بينه وبين الالترا فيش؟ يعني طب ما ده مسطح وده مسطح. لا، الالترا فيش احسن. ليه؟ لاني خد 3000 لقطة. شوف الفرق ما بين المايكروفيش والالترا فيش، وبرده حجمه صغير. طب ازاي الحجم ده صغير وده صغير وده خد عدد اكتر؟ ما هو تم تصغير الصورة اللي هيتم حفظها جدا. طب ما انت هتشوفها ازاي؟ ما انت هتحطها على جهاز عرض، ما احنا اتفقنا ان انت هتحطها على جهاز عرض، وجهاز العرض بيكبر لك الايه الصورة اللي انت بحثت عنها او الصورة اللي قدامك، تمام كده. طيب مميزاته سهولة الاستخدام والتداول، المايكروفيش تدوين المعلومات الخاصة باللقطات الفيلمية على الجزء العلوي اللي هو كاسم المصدر والكاتب زي ما قلنا، ده في الايه في المايكروفيش. طيب الحوافز عبارة عن قطعتين من البلاستيك، وقلنا بيتم بتكون القطعتين دولت مغلقات، بتتقفل من الثلاث جوانب، بتكون ملتصقه من الثلاث جوانب، وجانب بس هو اللي انا ببدا ادخل فيه اللقطات واقدر احدث المعلومات، اشيل لقطه واحط غيرها. البطاقات ذات الفتحه دي عباره عن بطاقه يوجد على وجهها ايه فتحه او عدد من الفتحات يمكن ان يثبت داخلها لقطه فيلميه، تمام، يعني هي فتحه وانا بحط فيها الايه اللقطه الفيلميه وابدا اشوف. دي البطاقات ذات الايه ذات الفتحات، والجهاز بتاعها بتبقى بتلاقي البطاقات محطوطه كده بشكل داخله بالشكل دوت، اكنها ايه مرصوصه بشكل شبه ايه دائري، تمام، بتبقى محطوطه او داخله لها زي مكان كل كارت بتدخله في ايه في حته. وطبعا دي عن طريق ده عمليات الايه ان انا اقطعها. بنيجي بعد كده اختار الإجابة الصحيحة، خلاص، تحتوي على مقاومة حرارية، عندما تتعرض للحرارة بتقل مقاومتها. ايه ده؟ نقول تاني، تحتوي على مقاومة حرارية، عندما تتعرض للحرارة بتقل مقاومتها. يا ترى أجهزة الإنذار ضد السرقة ولا ضد الحريق؟ احنا عارفين يا ولاد ان طبعا ده ضد الايه؟ ضد الحريق. ليه؟ مش في حرارة يبقى حريق، انما السرقه لا، السرقه بيعتمد على تلدد جسم الايه الانسان، يبقى دي ضد الحريق. سهل او سؤال سهل يعني. طيب دائره، ما هو كل على فكره يا اولاد كل الاسئله اللي بتجي لكم سواء صح وغلط او اختر من بين الاقواس او حاجه زي كده، بتبقى الاسئله كلها سهله، محتاجه منك سن التركيز. انا عايزاكم دايما تكونوا مركزين في الجزئيات اللي زي كده علشان ما تضيعش حاجه بسيطه على الفاضي. اختر الإجابة الصحيحة برضو، دائرة إلكترونية تعطي صوت إنذار عند اللمس. عند اللمس يبقى حريق ولا سرقة؟ طبعا جهاز إنذار ضد السرقة أول ما بيلمس الشخص المكان اللي معمول عنده الإنذار بيحصل إيه؟ بيحصل صوت إنذار، يبقى دي اللمس بيبقى ضد السرقة. السؤال اللي بعده، الوسائل المسموعة لوحات لوحة التوصيلات رؤوس حساسة. نقرأ السؤال، يجب أن تكون حساسة بالدرجة التي تستجيب وتتأثر بسرعة ارتفاع درجة الحرارة. تستجيب وتتأثر بسرعة ارتفاع درجة الحرارة. يا ترى ما هو طبعا اللي بتستجيب وبتتأثر بارتفاع درجة الحرارة هي مين؟ رؤوس حساسة اللي هي السنسور، تمام؟ ما اقولش بقى وسائل مسموعه ولا لوحه توصيلات، خلاص. مزوده، السؤال اللي بعده، مزوده بوسيله لتجربه التوصيلات الخاصه بالنظام للتاكد من سلامتها وصلاحيتها. طبعا لوحه التوصيلات بيتم تجربتها علشان اتاكد ان هي صالحه. اول يا اولاد ما بيتم تركيب، خليكم هنا معايا، اول ما بيتم تركيب اجهزه الانذار ولوحه التوصيلات وبيتاكدوا ان هو في المكان دوت وصل كل حاجة، لازم يتم ايه عملية اختبار وتأكد من سلامة كل ايه كل حاجة، وبيتم عمل انذارات، يعني زي ما بنقول كده ايه، بيتم ان انا بيعملوا بقى حرائق كاذبة شوية عشان يجرب اجهزة الانذار،
واهم حاجه يجرب لوحه الايه، لوحه المفاتيح والتوصيلات. تمام، يبقى لوحه المفاتيح بيتم ايه تجربتها، وبيطبعوا بعد كده ان الكاشف ده شغال، بتلاقي ان في طابعه بقى بتطبع لي الكاشف ده فعلا شغال، واني ادى انذار في الساعه كذا وفعلا كانت الساعه كذا، احنا عملنا التجربه دي وتمت ايه، مفيش ايه مشكله. يبقى ده التاكد خلاص من سلامه الايه الحاجه، بتبقى عن طريق ايه لوحه التوصيلات. عندي نظام تقليدي ونظام معنون. بص يا اولاد، احنا اتفقنا ان انظمه الانذار عندنا اليدوي والايه الاوتوماتيك. طيب عندنا كمان اللي هو الاوتوماتيك فيه التقليدي والايه والمعنون. هو نظام بيعتمد على ان مجموعه الكواشف المتصله ببعضها على منطقه معينه تعطي انذار على هذه المنطقه التي من خلالها يتحرك رجل الامن من هذه المنطقه ويكتشف مكان الحريق. بصوا كده، اجهزه الانذار احنا اتفقنا ان انا وانا قلت في اول الحلقه ان انا عندي نظام انذار يدوي، وده اللي انت بتضغط على بتضغط على الضاغط بتاع الحريق، انت بتضغط علشان ايه تعرف الناس ان في حريق، وده يدوي يعتمد على ان انت لازم تكون شفت الايه، شفت الموقف او الحريق. تمام، وده مشكله طبعا. غير بقى الاوتوماتيكي، الاوتوماتيكي نوعين، في اوتوماتيكي تقليدي وفي اوتوماتيكي ايه معنون. والتقليدي بيديك جرس انذار ان في حريق، بس مش في نفس الايه، مش بالتحديد خلاص. غير المعنون اللي جاي لك بالظبط العنوان او النقطه اللي فيها الحريق دي فين. تمام، يبقى عرفنا ان انا عندي نظامين من الحريق، يدوي واوتوماتيك. خلاص، اليدوي اللي بيعتمد على الانسان، اما الاوتوماتيكي بيعتمد ان لازم ايه فيه اللي هو المعنون والايه والتقليدي. ده الاوتوماتيك معنون وتقليدي، وفي فرق بينهم كبير. المعنون بيحدد بالظبط المكان، اما التقليدي بيضرب جرس انذار، بس ممكن يضرب لك جرس الانذار على ان الدور ده فيه كذا، مش النقطه دي معينه او الحجره دي بالظبط. تمام، طيب يبقى هنا بنقول ايه، يعتمد على ان مجموعه الكواشف المتصله ببعضها في منطقه مجموعه الكواشف ادت انذار، مش كاشف ده، مجموعه كل الكواشف اللي في الدور ضربت، انهي بالظبط بقى ما اعرفش. يبقى دي ايه النظام التقليدي، ركز في كلمه مجموعه الكواشف. بص بقى هنا بنقول ايه، مجموعه الكواشف برضو معنون ولا تقليدي، مجموعه الكواشف المتصله ببعضها في المنطقه تاخذ ارقام واسماء الاماكن. كل يبقى الكواشف، كل كاشف واخد ايه، مجموعه الكواشف دي واخد كل كاشف منها رقم، واخد ايه رقم وايه وعنوان. طالما واخد رقم وعنوان يبقى ده المعنون، ده ايه المعنون. تمام، نيجي على السؤال اللي بعده، نظام الانذار ضد الامطار ونظام الانذار المبكر للحريق. تعتبر من اهم الانظمه التي تحتاجها المنشات والمصانع، وذلك لتفادي حدوث الحريق. يعني بصوا طبعا نظام انذار ايه المبكر للحريق، يعني لو جبت طالب ما درسش اصلا المقرر هيعرف يجاوب الاسئله دي. تمام، بنقول بعد كده اليدوي والاوتوماتيك. من مميزات اجهزه الانذار نقط، اختصار الفتره الواقعه بين لحظه وقوع الحريق ولحظه اكتشافه. انهي نوع اللي بيختصر الفتره الزمنيه بين لحظه حدوث الحريق واكتشافه؟ طبعا اللي بيختصر المعنون. خلاص انت على طول عرفت، يبقى اللي هو ايه المعنون ده في ايه، في الاوتوماتيك. تمام، او عموما جهاز الانذار الاوتوماتيك سواء بقى معنون او ايه او تقليدي، يبقى نظام الانذار الاوتوماتيكي. لان اليدوي لا، اليدوي لو ما كانش في شخص شاف الحريقه شغاله مش هيبقى فيه، مش هي محدش هيعرف، لازم حد يكون شاف بعينه. ده بالنسبه لليدوي، وده بيبقى مشكله شويه، يمكن تقريبا ما بقاش موجود غير في حاجات معينه. بعد كده السؤال اللي بعده، اختر الإجابة الصحيحة من الأشكال الشائعة الاستخدام للمايكروفيلم. الأشكال الملفوفة، الشائعة الاستخدام، الأشكال الملفوفة ولا الملفوفة والمسطحة ولا المسطحة؟ المايكروفيلم احنا واخدين طبعا الشائع الاستخدام، الاتنين شائعين الاستخدام. ده ليه مميزات وده ليه عيوب، بس الاتنين هما الشائعين الاستخدام، الملفوف والايه والمسطح، ده ليه استخدام وده ليه استخدام. يبقى ما اجيش اقول المسطح او الملفوف،
مش اقول ده لوحده او ده لا، هما الاثنين شائعين الايه الاستخدام، يبقى الملفوف والايه والمسطح. السؤال الجواب بسرعه. انظمه العرض السينمائي هي اجهزه عرض للصور السينمائي، طبعا صور متحركه، انا رايحه جهاز عرض سينما بيعرض لي فيلم، يبقى صور ايه متحركه. عند الانتهاء من عرض الفيلم، لما انتهي من عرض الفيلم يترك مستوى الصوت ثابت ولا ارفع مستوى الصوت ولا اخفض مستوى الصوت؟ هو قال امتى؟ قال عند انتهاء عرض الفيلم. انت خلاص الفيلم انتهى، عرضت الفيلم وخلص، هرفع الصوت ليه بقى؟ لا، انا خلاص عرضت الفيلم، يبقى بخفض مستوى الصوت، يبقى يخفض مستوى الصوت. هنا هو جهاز يقوم بعكس وتكبير مخرجات جهاز الكمبيوتر او جهاز الفيديو او التلفزيون. يا ترى الميكروفيش، المايكروفيلم، الداتا شو؟ طبعا يا اولاد احنا عارفين كويس قوي وكلنا شفناه، وانا جبته لكم قبل كده في حلقه هنا اهوت وجبناه واتفرجنا عليه، اللي هو جهاز الداتا شو. وقلنا ان جهاز الداتا شو هو جهاز بيقوم بعمليه العرض عن طريق ايه؟ بيعكس لي الصوره اللي موجوده سواء بقى في تلفزيون او في جهاز ايه؟ في جهاز كمبيوتر. يبقى انا عندي ده مين اللي بيقوم بعمل انعكاس للصوره؟ الداتا شو يعكس ايه؟ سواء بقى كانت موجوده في كمبيوتر او موجوده في الايه؟ في التلفزيون او موجوده في الفيديو، اي صوره عندي يقدر يعكسها. تقوم بتخزين ما يقرب من 3000 صوره، قلناها 100 مره النهارده. حد فاكر؟ ها؟ ايوه، البنات الشاطره والولاد الشاطر. اللي بيخزن 3000 صوره مين؟ المايكروفيش ولا الالترا فيش ولا الحوافز؟ طبعا الالترا فيش. طب فاكرين قلنا المايكروفيش بيخزن كم صوره؟ وده الفرق، بيخزن 60 صوره. يبقى المايكروفيش 60، الالترا فيش 3000 صوره. برافو. يقوم بتخزين ما يقرب من 60 صوره، لسه قايلين خلاص كده، اللي هي المايكرو فيش. المايكرو فيلم، الفلتر هواء، العجله المسننه، من مكونات اله العرض السينمائيه. طبعا اله العرض السينمائيه فيها ايه؟ فيها العجله المسننه، مش اله العرض السينمائيه يا اولاد. قلنا قبل كده ان فيها عجله مسننه اللي انا ببدا اثبت عليها الفيلم، لان الفيلم بيكون مثقب من الجانبين. برافو عليكم. يبقى العجله المسننه. تاني حاجه، يوجد بالواجهه الاماميه لجهاز الداتا شو فلتر هواء ولا مايكروفيلم؟ طبعا لا، مش مايكروفيلم خالص، يبقى فلتر هواء. ليه فلتر الهواء موجود في الواجهه الاماميه؟ علشان ينقي الهواء قبل ما يدخل للجهاز، لان الهواء بيبقى حامل للاتربه، وعندي طالما حامل للاتربه يبقى عندي ايه؟ الصورة ممكن تظهر بالنسبة لي ايه؟ تظهر فيها مشكلة، تبقى فيها اتربة، تبقى غير واضحة. يبقى فلتر الهواء بيعمل على تنقية الهواء وبيوجد في الواجهة الامامية للداتا شو. السؤال اللي بعده، عدسة العرض مستقبل الاشعة تحت الحمراء وحدة التحكم عن بعد لتمكين الريموت كنترول من التحكم بجهاز العرض. علشان الريموت يقدر يتحكم في العرض، لمين اللي هو بيمكنه؟ مستقبل الأشعة تحت الحمراء، يستقبل الأشعة عشان يبدأ سواء يحول بقى أو إيه أو يغير. عند الانتهاء من العرض، عند البدء في العرض قبل تركيب الفيلم، ينبغي التأكد من سلامة مصباح العرض ونظافة عدسة الإسقاط. يا ترى إمتى؟ طبعا زي ما بنقول قبل الشغل، تظبيط الشغل، أنا أظبط شغلي الأول. يبقى إمتى؟ قبل العرض انضف العدسه واشوف المصباح سليم، وممكن يكون عندي كمان مصباح احتياطي. الكلام ده كله امتى؟ قبل الايه؟ قبل تركيب الايه؟ قبل ما اركب الفيلم خالص، اتاكد من السلامه قبلها. تمام؟ طبعا مش عند البدء في العرض، ما انت عند البدء في العرض هتعمل ايه؟ لازم لا اتاكد من الحاجه الاول. اخر سؤال معانا، عدسه العرض وحده التحكم عن بعد اللوحه الالكترونيه، مين اللي بتستقبل الإشارات اللاسلكية اللي جاية من الريموت كنترول؟ طبعا وحدة التحكم عن بعد
وبكده يا اولاد نكون انهينا النهارده ان شاء الله الحلقه بتاعتنا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، ونبدا نمسك الكتاب ونذاكر. احنا كده خلصنا بابين ورجعنا تقريبا على البابين، ولسه هنراجع تاني في حلقات جايه ان شاء الله، بس الجزء اللي خلص يا ريت نذاكره. تمام، اتمنى اشوفكم على خير، وان شاء الله اتمنى لكم النجاح دايما، وبشكركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.